اولا السلام عليكم. سيف الدين مصري بعنواني قدام السفاره الاسرائيليه مرابطين حتى الرحيل. الفطار جاهز وزي ما انت شايف استاذ يحيى كده. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير. ومعاك الاخ زميل. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله السنه الجايه نفطر في القدس باذن الله. ان شاء الله سنه وانتم طيبين. انا جاي من اسكندريه وماشي مش ماشي من هنا لما تمشي السفاره من بامر الله. طب عرفوا نفسكم كده اساميكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد العزيز محمد من الجيزه. احب اعرفك ان احنا قاعدين هنا ومعتصمين ومش هنمشي من هنا الا لما هم يمشوا. من الاخر يعني. طب اعملوا اخوان معايا في الفطار. تعالى اقعد يلا اقعد معانا يلا. مصطفى السعداوي من اخوان شارع القاهره. كنتاكي بتاعنا اهو. اخوان اخوان شارع. كنتاكي بتاعنا اهو. اخوكم في الله احمد كمال من اخوان ازمه النخل ونلتقي بعد الفطار ان شاء الله. الاثنين في واحد بس. الله اكبر. اسمي محمد سعيد السيد من حركه 6 ابريل من المنصوره. احناش ماشيين الا لما العلم ده ينزل ان شاء الله. اخوك في الله عبد الخالق السيد عبد الخالق من اخوان مدينه السلام. جايين هنا عشان خاطر ننصر اخواننا الفلسطينيين واخواننا اللي على سينا وعشان ننزل السفير وننزل الخنزير اللي تحت ونحرق العالم. ايمن عامر مناسك الائتلاف العام لثوره 25 يناير ومناسك الاتحاد الدولي للثوار العرب. مطالبنا غلق السفاره، طرد السفير، قطع العلاقات الدبلوماسيه مع اسرائيل، الغاء اتفاقيه كامب ديفيد، تسليح سيناء وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مازن محمد اسامه من اخوان شرق القاهره. وان شاء الله انا جاي النهارده برضو علشان نصلي العيد الجاي في المسجد الاقصى باذن الله. تكليف ولا جاي شباب؟ لا انا جاي كده واكتشفت ان التكليف قاعدين يعني. اسامه عبد العرب منسق القوى الوطنيه لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومه. ان شاء الله نفطر ان شاء الله ليله القدر في الاقصى ان شاء الله. الله اكبر. ربنا ينصرنا ليله القدر. ها خد الراجل بيد. خلص واجب. المغرب يا ازم بتفصل؟ الحمد لله. محمد لبيب. ازيك يا محمد؟ كل طيب. عرف نفسك. رفعت حمدي. تفصل؟ طيب. عرف نفسك. خالد محمود حسين. ايه ده وين الاستمرار بقى؟ خالد محمود ان شاء الله انا وين الاستمرار باذن الله لغايه ما السفير باذن الله. اللي هناك ينسحب واللي هنا يمشي ان شاء الله. كل سنه طيب. انت طيب يا اسمك؟ عمار علي عيسى. اول يوم فطرت النهارده قدام السفاره؟ اول يوم افطر النهارده قدام السفاره. ناوي تسحر ان شاء الله؟ وناوي اتسحر ان شاء الله وبيتين اهو لغايه ما لغايه ما السفير دوت يطرد ان شاء الله. عشان عرف نفسك. دكتور محمد. دكتور محمد. معلش هحط لك 10 ثواني. اتفضل. ايه ناوي استمرار ان شاء الله الاعتصام؟ ان شاء الله لغايه اسرائيل ما تتمحي خالص من الوجود. ان شاء الله. اتفضل عرف نفسك. علي محمد سليمان جاي من اسيوط. كل سنه طيب. انت طيب. عمرو حجازي جاي من بني سويف. الله يهديني ان شاء الله لحد ما يغرب. بتفطر في رمضان دلوقتي؟ لا يا عم انا معلش هعطلك فيه. كل سنه طيبه. وحدك طيب. ايه ناوية ايه الاستمرار ان شاء الله؟ والله يعني يمكن ربنا يكتب لنا الشهاده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هعطلك دقيقه واحده على الفطار. اتفضل انت معانا. اتفضل عرف نفسك. علاء فضل نبيل. انا هنا من امبارح الساعه 2 بالليل. اول يوم احطها في بق الوقت. ماشي يا عم. بصام طيب. بصام طيب. احمد نبيل من ولايه دكرور. منين ولايه يا احمد؟ من شارع الفارس. على خير. ايه جاي النهارده استمرار؟ جاي ان شاء الله ننزل العلم باذن الله ونعرف اسرائيل برضك ان الشاورما